السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم برنامج الشباب والانترنت جينيراسيون نيوز. اليوم في العناوين نستقبلوا الفنان النجم حميد بوشناق، بالاضافه الى موضوع نقاش هذه الحلقه هو مدى ارتباط المغاربه المستقرين والمتالقين في الخارج مع بلادهم ومع ثقافتهم، بالاضافه الى خبيره الويب والتكنولوجيا. اذا خليكم معنا ومرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم من جديد. إذا غادي نتعرفوا على الضيوف اللي حاضرين معنا في البلاطو، غادي نبدا من على يميني مع السي محمد العروسي، فنان مستقر في الخارج، وغادي يعرفنا أكثر بنفسه. مرحبا بك سي محمد. ربي يخليك، شكرا على الاستضافة. مرحبا. اسم الفنان هاي كلاس ومنظم مهرجان بان بيتش الدولي في فلوريدا في أمريكان. يعني أنت فنان مغربي مقيم في الأمريكان وفي نفس الوقت كتنظم سهرات ومهرجانات في أمريكان. مرحبا بك في بلادك ومرحبا بك في جينيراسيون نيوز. ربي يخليك، شكرا. معنا كذلك بشرى، غادي نتعرفوا عليها. مرحبا بك، شكون هي بشرى؟ بشرى 20 سنة، طالبة بمدرسة المهندسين في باريس ومسؤولة التواصل على في جمعية لايم جي كارافان. غادي نتعرفوا عليك أكثر وغادي نتعرفوا أكثر على هذه الجمعية من دابا شوية. والفنان ضيف اللي معنا هو الملقب بلو شوفالي دو غاي، أكثر من 30 سنة من العطاء ومن التواضع، حاضر معنا حميد بوشناق. مرحبا بك. السلام عليكم. صافي كيداير؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. توابع كيف راك؟ مليح بخير الحمد لله. غاية الله يحفظك، تبارك الله، خليك ديما غايه. كيفاش دابا حميد انت خليتي وجده ومشيتي استقريتي في مراكش؟ كيفاش هادشي؟ كي مراكش كي وجده. وسيدي الله يخليك ديما متالق، كنتي في مراكش وجده في امريكان ولا في فرنسا ولا في بلجيكا ولا حتى في سكوتلندا؟ تبارك الله عليك ومرحبا بك في جينيراسيون نيوز. غادي نبداو بخبيرات الويب، خبيرات الانترنت، واول خبر اللي نبداو به بغيت نهضر لكم اولا من باب الاخبار على هاد لي كانيت جداد اللي كاينين ديال المشروب الغازي المعروف والمشهور. كاينين جوج مستجدات. المستجد الاول هو هو انه في الاسواق المغربيه دابا الا كانت هاد لاكانيت مثلا بارده بما فيه الكفايه كيتبدل اللون. اللون نورمالمون هنايا كيكون ابيض كامل، اما لاكانيت الا كانت بارده كيتبدل اللون وكيولي شيبي او زرق كما كتشوفوا في الصوره وكما كتشوفوا حتى هنايا. يعني هذه كانيطه بارده وكنستمتعوا اكثر الا كانت كان هذا المشروب بطبيعه الحال بارد. وهذه لينوفاسيون هي واحد التكنولوجيا سميتها تيرمو انك، واحد المداد سوفيستيكي متطور. والمستجد الثاني كاين هو ان هاد السميات، كاين تشخيص ديال السميات، يعني كل كانيطه كاينين لي كانيط، كاينين لي ماكسي نص ايترو، كاينين كذلك لو فورما الفاميليال العائلي ديال ايترو كيتبدل فيهم اللون، ومن غير اللون كاين هاد السميات. دونك كما ممكن كتشوفوها كاين هنا مكتوبه أسامة يعني الاسم ديالي. ومن غير هادشي كاين واحد المستجد هو كنزيدوا واحد الوصف، واحد لو سوبرلاتيف كاين هنايا احسن اسامه، يعني في الاسواق المغربيه مثلا افضل بشرى كاين احسن سي محمد ولا اقوى بوشناق ولا اقوى حميد مثلا. هادشي متوفر حاليا في جميع الاسواق المغربيه وفي جميع المدن المغربيه. وهاد جوج مستجدات ديال اللون كيتبدل الى كان المشروب بارد بما فيه الكفايه، والتشخيص ديال السميات بالاضافه الى افضل اقوى احسن الى اخره. هو الجديد ديال هذا المرافق والمساند ديال البرنامج، موجود كذلك في جميع المدن جميع الأسواق، وبطبيعه الحال الثمن ما تبدلش، هذا هو الاهم. دونك ما عنديش انا السميات الاخرين، كون راه هديت لكل واحد سميته وما كاين حتى مشكل، رجعوا المره الجايه. كاين خبر واحد اخر اللي نبغي نقدمه لكم، هو كيفاش ممكن حاليا نديروا الرياضه وفي نفس الوقت نتفرجوا فيلم سينمائي. هذا الشيء اللي فكروا فيه واحد المدينه ديال فرنسا بالضبط في بريست. كما كتشاهدوا هاد لا فيديو وهاد الصور، ممكن بفضل الحركه ديال اننا كنبيداليو على ان فيلو على بيكالا، هذيك الحركه هي اللي كتساهم في المولد الكهربائي ديال لو بروجيكتور اللي كيدوز لينا الفيلم. يعني في نفس الوقت كنمارسوا الرياضه وفي نفس الوقت كنتمتعوا بفيلم سينمائي.
هذا المساله دارت في بزاف ديال الدول، وحاليا كاينه في فرنسا، هي طريقه جديده، مبادره جميله وفي نفس الوقت ايكولوجيه كما كتشاهدوا في هذه الصور هذو. والمشكله الوحيده اللي كاينه هو انه الا تقاد لينا السفل ما غاديش نحضروا النهايه ديال الفيلم. خصك تكون فريمون ان بون سبورتيف. ان بون سبورتيف هادشي اللي كاين. دونك مبادره جميله كما شفتوا. هذو كانوا اخبار الانترنت والويب. دابا غادي نرجعوا عند الضيوف ديالنا. حميد، انت عزيز عليك الخيل، شفت ان شوفال يقدر يداويك مع ستريس، تقدر تكون خدمت بزاف باغ اكزومبل، وغير هذاك القرب مع بحال هذا، بحال هذه الصوره هذه مزال. فغير لو فات كتوقف وكيكون لو شوفال بحال كتشكي له، بحال كان واحد لي فريكونس الا كانوا نيجاتيف يوليو بوزيتيف. فهذا هو يعني الحب ديالي بارابور لو شوفال، كان يعني من صغري كان عز عليا لي شوفو. ندوز الموضوع واحد اخر، بالنسبه لك واش عندنا ان ستار سيستيم في المغرب؟ نو، ما كانش ستار سيستيم. ما كاينش ستار سيستيم في المغرب. وكان كانت صناعه وكان كانت اون اندستري ميوزيكال باغ اكزومبل، صناعه الموسيقى، ديك الساعه نقدر نقول لك كان ستار سيستيم. مي حنا عندنا حنا درك ولا عندنا لا ستار سيستيم غير او نيفو ريزو سوسيو، نسب المشاهدات وداكشي صافي، هادشي اللي كاين. مي سي با دي ستار سيستيم، ولكن كاين تبارك الله ميراجانات وكاين. لا، الستار سيستيم سكي اوز ايتازوني سي لا ستار سيستيم. كاين ستار سيستيم معقوله، باسكو كاين واحد الاندستري ميوزيكال، كاين الانسان اللي كيخرج ان تيتر كتعرف داك التيتر، مول اللي عندهم الحقوق لي زيون دروا لي زوتور لي كومبوزيتور كيوصلهم الحقوق ديالهم. علاش الان كنشوفوا بعض الفرق ولا بعض المغنيين اللي كانوا في لي زاني 80 داروا دو تيوب في حياتهم ومازالين خدامين عليهم، لا هما حابسين دابا، ولكن عندهم كاين لي دروا دوتور. هنا باش تعرف باللي كاين صناعه الموسيقى كاينه. حنا في المغرب اون كونسوم الماكله، ميم اون كونسوم با دو لا ميوزيك، يعني كاين الماكله سيستيم. حنا كنستهلكوا الموسيقى بواحد الفكره انها خصني نستهلكها باطل، خصها غراتوي. ما وانا كنظن يعني البوبليك كي كيقول لك انت عزيز عليا وكنبغي الاغاني ديالك هذاك، انا كنقول يعني حتى البوبليك يقدر يساعدنا في هذه القضيه انه يمشي يشري لي سي دي ديال المغني. الا كان عزيز عليك شري له كما انا ولا تيليشارجمون ليغال، ولا تيليشارجمون ليغال. ماشي ضروري السي دي ولا بحال اللي قلتي ديشارجمون ليغال، ايغال يكون من الاحسن كيساعد الفنان بيان سور. لحقاش داير انا فاش كنت في جوله في امريكا لاحظت هذه القضيه هذه، ان الناس كيكونوا جالسين هكا جالسين في قهوه ولا شي حاجه، كيشد الايفون ديالو شاف شي ارتيست اللي عزيز عليه هو خرج الجديد، تما سير بلاس داونلود سير بلاس 99 سنت بس، فوالا هي دولار هي 99 سنتيم سنتيم. هو بالنسبه ليه داخله في لافاكتور وعزيز عليه ذاك الشونتور، كيما غادي ياخذ قهوه كيما غادي ياخذ ان تيتر دو ميوزيك. انت في الاول كاع بديتي بالعراسات. احنا بدينا الالبوم ديالنا الاول غنيناه 10 سنين في العراسات. 10 سنين شفت على الضحيه كي دايره. يا سلام، 10 سنين وحنا غنيناو الابداع ديالنا في العراسات ماشي اغاني وحدين اخرين. يعني الكاسطه الاولى ديال 83 ديال هاي ليلى وجنوني وهذاك الشيء غنيناها في العراسات. يعني كنا نشوفوا حنا البوبليك ديال العرس كي كنغنيو هاي ليلى كاع الناس يتنوضوا يشطحوا. اون فالوريزي اون فالوريزي لو سوكسي عند العراس. كنا نغنيو ان سلو باش يشطحوا. كانوا هما المهرجانات ديال شحال كانوا هما المهرجانات ديال شحال. ومن بعد موجدة، يعني هذاك السوكسي اللي ضحينا فيه 10 سنين وحنا نغنيو الابداع ديالنا في العراس، من بعد دخلنا يعني من ريجيونال موجدة المنطقة الشرقية، من بعد دخلنا داخل فاس مكناس الرباط يعني الوطن كله، من بعد عاد خرجنا للانترناسيونال، يعني مشات من المحليه الوطنيه للعالميه. انا اكتشفوا الجديد ديالك هي وافريقيا ماما افريكا في هاد الصور، نتفرجوا في اكستري. حتى حدا
تبارك الله عليك سي بوشناق. دابا بغينا نعرفوا السير ديالك صراحه. انت حاضر بقوه على المواقع ديال التواصل الاجتماعي، حاضر على انترنت، كتعاون لي جون، عندك تبارك الله دي زاني ديكسبيريونس، وشاركتي في جميع المهرجانات. شنو السير ديالك؟ شنو سير الشباب ديالك؟ سير الشباب ديالك قاعد كتصغرني. كيفاش درتي لي؟ بارك الله فيك اخويا اسامه، مزيان اللي جيتي شي. والله لا ما كان حتى شي سر، خدمة حتى شي سر. كاين انا كنقول بلي في اي ميدان كتلقى شي واحد اللي مربي في الكره، كنلقى واحد مربي وكيكون عزيز علينا. فانا كنقول يعني انا يمكن الحاجه اللي ساعدتني انني نكون حاضر ان ديك التربيه ديال الاسره الفنيه مع الوالد الله يرحمه والوالده، فعطاونا داك الحب الابداع ماشي حتى الموسيقى. يعني هاي اللي كان الموسيقى، ولكن بدع الموسيقى ماشي غادي تبقى غير بيروكي تغني هذا وغني لي روبريز وخلط وفهمت. حنا عمرنا ولا كنا في هذا الاتجاه. ف الابداع هو اللي الفنان بالابداع كيدوم، كيقدر يدوم. داير كنشوفوها في لي زارتيست اللي كي سون كونفيرمي، كتلقى يدوم الصح. كاين واحد الانتاج، كاين واحد الجديه، كاين واحد الابداع، كاين واحد يعني بعض المرات كاع تقدر تغيب 3 سنين والناس راهم يتسناو ديك 3 سنين، واللي تلاقاه يقول لك واحد شحال ما شفناكش وهذه 3 سنين، ولكن في حد ذات هذيك 3 سنين راه ديال الخدمه. كتخدم واحد الحاجه اللي من بعد الجمهور ملي كتخرج له المنتوج كينسى ديك 3 سنين ديال الانتظار، كترجع شويه لور باش تنقز حسن. فوالا توتافي. غادي نهضروا على واحد الموضوع ديال النقاش اللي يقدر يهمك وكيهمك مع بشرى كذلك ومع سي محمد، واللي هو مدى ارتباط الجاليه بالبلاد ديالهم وكذلك بالثقافه والتقاليد ديالهم. حوار مفتوح من بعد هاد الزابينغ. مغاربة هولندا وبلجيكا في صور فوتوغرافية تبين تخصصاتهم وتعكس نجاحهم المهني. يعني الجالية المغربية في الخارج حصلت على خبرة. كنت كندير المسرح قبل، من بعد تاتت الكوميديا، وفي نفس الوقت كان أورغانيزي سهرات هنا في برشلونة وخارج برشلونة بزاف ديال البلايص. هذا هو عبد الرزاق الوطني. هذه أكثر من 20 عام حنا خرجنا من المغرب. الدموع جاوني العينية من قبيلة من شفت لو درابو ماروكان وشفت الأغنية المغربية عاوتاني رجعات. شاركوا معنا كذلك الآراء والتجارب ديالكم والرأي ديالكم في موضوع ديال نقاش هذه الحلقة عبر هاشتاغ جينيراسيون نيوز. غادي نسولك مثلا بشرى، شنو التعليق ديالك على هذه الصور وشنو هي الصعوبات اللي واجهتيها أنت من استقريتي في فرنسا؟ ضروري في الاول كيكونوا بزاف ديال الصعوبات ديال ما كتعرفش تجيغي البودجي ديالك، ما كتعرفش سورتو كو انا في الاول باش يلا مشيت جيتي مينور، دونك جافي بوكو دو بروبليم بارابور ا سا، ما قدرتش نفتح الكونت بونكير ديالي. مهم بزاف ديال الصعوبات و اون بلوس كتكون حتى القرايه اللي خاصك تكونسونطرا عليها، و سورتو ملي كتكون عايش مع تافامي لواحد الوقت طويل حتى كتاخذ الباك باغ اكزومبل ولا بلو طار، ومن بعد كتمشي لشي بلاد وحده اخرى و تانستال بوحدك، كاين واحد دو نوفيل زابيتود اللي كيعاودوا يكونوا عندك، وكتولي باغ كونتر تلمو ما كنشوفوش المغاربه في الاول، ملي كتولي كتشوف شي مغربي كتبغي تهضر معاه، كتبغي فوالا اكزاكتومون، عمله نادره. و سي كوم سا كو اصلا بديت باش دخلت لاي ام جي او. صافي كومونسي باسكو دوزت عامين فرنسا وانا جو كوني بريسك با دو ماروكان. من بعد من دخلت ليكول لاي ام جي او كانت بدات بور موا، بدينا بلو ديني دي زادمين ديال العام اللي فات، اي تلاقيت بدوك الناس وجاوني تلاقيت بواحد لا كوميونيتي ماروكي اللي غنتلاقى بها تماك واللي غادي تكون مزيانه وغنقدر نستافد منهم وغادي يستافدوا مني، وفي نفس الوقت عجبني لو بوت دو لاسوسياسيون اللي هو كنعاونوا لي ستوديون افون بوندون اي ابري سي زيتود او سون سيجور بارتيكولارمون. يعني باش تحافظي على داك لو ليان ديالك واخا في فرنسا مع المغرب ومع المغاربه، اجتمعتوا في هاد الجمعيه، شنو هي الانشطه ديالها؟ Alors l'association déjà Beda, c'est une association à but non lucratif, à politique, à religieuse, indépendante. C'est une association française, le Maqra Dialef Baris. Où le but de l'association, c'est l'étudiant le séjour Dialo. L'association a beaucoup de forums.
عندها فرع في ليل في بوردو في كليرمون فيرون في نانسي لاي ام جي اس نشوف ما نسيتش كاين خمسة الفروع كنظن والأنشطة اللي كنديرو هو كنعاونو لي ستوديون في كنبداو في الاول من لو ديبي دو موندا كتبدا لي سيمولاسيون اوزورو بالنسبه للناس اللي في لي كلاس بريباراتوار في المغرب ولا فرنسا من بعد كنديرو لو ديني دي زادمي باش كنستقبلوا الناس اللي غادي يمشيو لفرنسا ادمي في لي غراند زيكول دانجينيور دو كوميرس دونيفرسيتي ان فيت كلشي او بلو طار بوندون لاني اون اورغانيز بليزيور زيفينمون باش كنبقاو ديما لانهم طابع مغربي ثقافه مغربي ضروري عندهم طابع مغربي باغ اكزومبل في رمضان كنا اون افي اورغانيزي بور لا بروميير فوا جو بونس اون سواري رمضانيسك كانت في لا ميزون دو ماروك في باري وجاو بزاف ديال الناس وبزاف ديال لي ستوديون ماشي غير لي ستوديون كانوا دوتر بيرسون اللي ماشي اللي خدامين تماك واللي مانستالين تماك كتفرجوا ساعه قبل الفطار أول شيء أنا استقريت في دبي دولة عربية خمس سنين باش نقول لك الفرق ما بين الدولة العربية والدولة خمس سنين في دولة عربية كان شوية تسيلات لحقاش عندك ما عندكش مشكل اللغة الحمد لله قاري العربية ما عندناش مشكل ديال اللغة الوغ مي استقريت امريكان حنا الجيل القديم انا كنسميو شي الجيل القديم ولكن المهم بينو بين ديال حميد كان عندنا مشكل ديال لونغلي حنا لونغلي ما تعلمناش من صغرنا حنا العربيه فرنسويه سكيفي مي مشيت لامريكان كانت اللغه كانت ناقصه شويه كان عندنا الاشكال ديال اللغه هي الاولى لانك غادي للدوله كيهضروا بلونغلي خصك تعايش معاهم ستعرف السيستم ديالهم الايقاع ديال امريكا راهو سريع جدا ماشي بحال المغرب ولا الامارات موني از موني موني از تايم از موني اول حاجه تعلمها قال لك تايم از موني الوقت بدا ما يمساليش بنادم باش يبقى يهضر معاك ولا خصك انت تربي واكثريه في اللي ساكنين في المدن حتى امريكان كاين الفرق مثلا الا كنتي ساكن مدينه كبيره بحال نيويورك ماشي لا كنتي ساكن مثلا مدينه صغيره في ولايه واحده اخرى كل ايطا وكل نيويورك الايقاع ديالها جيت سريع انا استقريت فلوريدا انا ما بين ميامي واورلاندو دي مدينه بان بيتش اللي المدينه ديال الرئيس ترامب شنو مفخرة هادي زعما كتقولها زعما ديتاي مهم زعما شنو كتعرفوا المهم لا دولينا على المهرجان اللي نظمتوه تماك اللي حتى هو عنده طابع مغربي مهم المهرجان كان ثقافي فني اجتماعي كانت فيه الصناعة التقليدية المغربية حنا كنعرفوا بالصناعة التقليدية المغربية عرفنا بالتراث المغربي كان الفن مغربي الموسيقى مغربية حتى عرفنا بزيت أرغان راها مغربية والنوعية ديالها راه هاكي كتكون هاكي كتخدمها في هادشي في فلوريدا انا في لا فلوريد المادة ديالها كيفاش الوغ لي امريكان ميجاو واول حاجة كنحتو دابا لان المغرب اول دولة كتعترف باستقرار الولايات استقلال الولايات المتحدة فيرست كانتي تو ريكوجنايز يونايتد ستيت اندبندنس انت كتهضر بالانجليزي صافي اول دوله كتعترف باستقلال الامريكان ثقافات صراحه كان مهرجان زوين والجاليه تمتعات بالموسيقى وفرحوا وكان عن المشكل اللي كاين تما هو ان ملي كدير مهرجان كتجمع هذوك الناس مثلا انا من رباط اللي موحشين بلادهم هذا من رباط هذا من الجنوب هذا من الشمال وهذه سي لا بروميير اديسيون درتو لا بروميير اديسيون ان شاء الله وغتكون ان شاء الله دوزيام اديسيون ان شاء الله نستمروا سنوات ان شاء الله وقرينا على الوحده الترابيه كنقراو دائما في الصحراء مغربيه 100% راه حنا كاينين موجودين والصحراء ديما مغربيه حتى هي كانت في النظام ديال المهرجان المهم تم كل شيء داز كان حاجه واحده اخرى اللي مهمه في هذا الشيء اللي كتقول على المهرجان انا بعدا كفنان انني فخور بمغاربه سيرتو في امريكان الا كان فيستيفال لان فرانشمون انا كنشوف بعض الفنانات ديالنا اللي كيمشيو تما كيمشيو الميريكان وكيديروا يعني كيديروا البوز
في الفيسبوك انني مشيت ندير جوله في ليزيتازوني. واش مشيت دير جوله في ليزيتازوني؟ واش لعبت في شي خشبه؟ واش لعبت في ان غران؟ نو. واش لعبت في ان غران فيستيفال؟ انا جو سوي كونتر لي زارتيست اللي مشيو منا ومشيو يلعبوا في لي ريستورون. مشيت لامريكان باش تلعب في ريستورون، جلس في بلادك دير دي غير دي فيستيفال هكا غير اللي باينين عاد البريمير اديسور عاونهم. برافو عليك. عاون برافو عليك. ولكن باش غادي نمشي انا لامريكان باش غادي نغني في ريستورون ما جاياش. كان امريكان كانت بعيده علينا بحال الاسبان هكا، راه الاسبان الاسبان ما كنمشيوش باش بنادم يمشي يغني في الاخر. ولكن الفكره ان كاين فيستيفال وتقول لي كونكوا بلي لي زارتيست ماروكان غادي يجيو الامريكان باش يلعبوا في ان فيستيفال، وي بعدا تقول بلي حتى لا كارير ديال لي زارتيست كتكون كيقول لك انا مشيت لي زيتازوني عاد تقول له فين لعبت. انا نحشم نقول واش فين لعبت في ريستورون. برافو. واحد النقطه مهمه ان الفيستيفال، علاش كانت عندي الفكره فيستيفال؟ كان ممكن مثلا برمج وندير مثلا سهره. انا ماشي من الناحيه الماديه الفيستيفال، حنا سبونسورينا الفيستيفال، انا عمر الدرقاوي صديق ديالي هو كلب الرياضه 80%، يعني حنا اللي سبونسور الفيستيفال وبغينا نديروا الفيستيفال. ماشي هي الموسيقى بحال اللي قلتي، كيكون فيستيفال كبير كتعرف به كل شيء، الثقافه الموسيقيه، الثقافه المغربيه، المغربيه كلها. واش مثلا بشرى تنتوما في الجمعيه ديالكم كتمولوا التظاهرات من المال الخاص ديالكم ديال الجمعيه؟ ضروري. كان عندنا واحد ليفينمون في ديرنييرمون، كان لاي ام جي توكس اند ساوندز، وكان عندنا كنا عيطنا على هوبا هوبا سبيريتس، كانوا هما لي زانفيتي ديال لا سواري ديال داك المحرك. كان في تام غرابي زعما تبارك الله عليكم. لا ضروري. دونك المغاربه كما كنعرفوا كاملين موجودين ومتواجدين في جميع البلدان ديال المغرب ومتالقين كذلك في جميع المجالات. نقترح عليكم نسمعوا الكلمه ديال عماد بن شيبه اللي هو احد مؤسسي تيزي باري. نتفرجوا ونسمعوا. الحاجه الاولى هو الحضور ديالهم مجموعه ديال التظاهرات اللي تتكون متعلقه بالمغرب، سواء تظاهرات في المجال السياسي الاقتصادي والاجتماعي، كيف ما قدينا نشوفوا من كان لو سالون دي ليفر باري والمغرب كان هو ضيف شرف. الفضائيين اللي كانوا ديال الفضائيين ديال الحوار اللي كانوا مجموعه حاضر، مجموعه ديال الشباب. وثاني مظهر ونقدر نعطي التجربه ديالنا من خلال المبادره ديالنا، ان من ضمن ندوه مع السفير ديال المغرب في الاتحاد الاوروبي حرفت واحد الحضور كبير ديال الشباب المغاربه، هذا تبين على الاهتمام ديالهم بشنو واقع في المغرب. والمظهر الثاني هو الامانه اللي تحملوها من خلال اعطاء صوره جيده على القيم ديالنا، اهمها التميز، الانفتاح وحسن التعامل. نسولك بشرى، كيفاش ممكن بالنسبه لك نكونوا افضل سفراء ديال بلادنا في بلاد المهجر؟ افضل سفراء هي باش نمشيو لتماك ونغارد نوتر كولتور ونتعاملوا، ما كاينش منحسوش بداك لو سنتيمون دو دانفيريوريتي بارابور الاخرين، باسكو كل واحد ولا كولتور ديالو، كل واحد وشنو عنده. دونك نتايا كيف ما عشتي كيف ما تربيتي غادي تبان تماك كيف ما عادي، وهكاك باش هما كيقدروا يحترموا كما من كيشوفوا كتبقى كتقلد فيهم. ما كاينش، يا بلو ديك لا بارتيكولاريتي ديال لو فيت كو راك ماروكان باغ اكزومبل، الهويه المغربيه. كي زحمنا الوقت شويه كما قلتي تايم از ماني. كلمه ختاميه سي محمد العروسي تفضل. نحثوا على الثقافه المغربيه ونعطيو صوره للدول اللي حنا عايشين فيها، صوره تكون مزيانه سواء ثقافيا علميا بجميع النواحي، ونكونوا دائما فهمتي عندنا اتصال بالبلد ديالنا المغرب، ما نساوش عن طريق اما تمشي ويديروا لنا تسهيلات، مثلا تسهيلات في الطيران، يديروا لنا قنصليه مثلا في امريكان، قنصليه كاينه وحده كاينه في نيويورك، بغينا تكون مثلا في ميامي باش تسهل، لحقاش البعد كبير، ماشي ديما خصنا نمشيو حتى لنيويورك الا بغينا شي حاجه. وبغينا خط جوي صراحه من ميامي لكازا ولا ميامي رباط يكون ديريكت، باش يكون ارخص شويه في الثمن، باش تكون فهمتي بالسعر الجاليه، باش حيت حنا هادشي كله كنديروه للجيل الثاني اللي الجيل ديال ولادنا. ربما حنا تربينا راه ما غتزعزعنا حتى شي حاجه، لا عقيده ولا شي حاجه، حنا ولكن الاولاد ديالنا هادشي كله الهدف للجيل الثاني اللي هو الاولاد ديالنا، خصهم يديروا لنا تسهيلات، والناس اللي بغاو باش
باش يكون هذا الجيل يكون واعي بالمغرب. ما سخيناش بكم، شكرا بزاف حميد بوشناق. كلمه اخيره تفضل. كنشكركم على الدعوه وعزيزه عليا جينيراسيون نيوز خويا اسامه اللي قلتها لك كنتفرج لها، وكان لي الشرف انني في البلاطو ديال جينيراسيون نيوز. واسمع غادي نقول لك، كنقول للشباب ديالنا انهم يقراوا ويجولوا ويسافروا ويحترموا يعني كما قالت الاخت قبيلات على فرنسا، فرنسا ملي كيشوفوك تقلدهم ما كيحترموكش. راه كان هذه القضيه، ولكن بنادم اللي عادي يجلس في صباغته ويجلس في القيام ديالو وفي التمغربيه ديالو وهذاك الشيء، لا بالعكس كتكون مفخره، كيبقى واحد 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 الستار ديال الاحترام بينك بين 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 الناس. شكرا بزاف على هذه الرسائل. شكرا حميد، شكرا بشرى، شكرا حسين، شكرا على حسن التتبع ديالكم. عندك شي كلمه اخيره بعجاله؟ بعجاله. الوغ لاسوسياسيون ايل اورغانيز لو ديني دي زادمي في اوت. Ça sera le 10 à Marrakech, le 10 août, le 11 à Casablanca, le 12 à Rabat et le 14 à Tanger. Hachi, les admis, les troubles, les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs ou là, les universités en France pour l'année prochaine. Khabar Fraskom, Tchallah Fraskom, Tchahiyal Takham Tchikni Walfani, Tchallah Bzaf Fraskom, Obinatna, Génération News.